واحد كلمة في حق هذا المنبر الإعلامي. تفضل أخويا. يوصل صوت المواطن الضعيف إلى الجمعيات الحقوقية وإلى الناس ذوي الاختصاص. هذا اللايف هذا خبغي والله. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار الخادم جماعة ريما قيادة قيسر ضواحي اقليم سطات اقليم سطات يعني الساكنة ديال الدوار طالع عليهم الدم بسبب شي مستثمرين وهميين خذوا لهم الارض ديالهم. غادي يحكيو لنا شنو واقع. تفضل اخويا. اولا وقبل كل شيء السلام على الجميع ورمضان مبارك كريم وكنتمنى. تفضل اخويا. تفضل قول. السلام عليكم ورحمه الله. كان السلام للجميع في هذه الايام العظيمه عند الله تبارك وتعالى. وفي اول الكلمه ديالي كنبغي نشكر هذا المنبر اللي كيعاني منه هاد الناس هادو المشكل اللي كيعاني منه هاد الناس كما سلف راها سلاليه راه كاين الفرق وفيها التابعه للدوله تابعه للدوله كانت في قدام الزمان ملي بدا العقول ديالنا كانت الدوله كتفرق مقابل واحد الاجر على جميع الساكنه. دابا ملي تخلاو ما بقاوش كي تفضل سعاده القائد الاخوان كما مشاكل عده من بينها مشاكل التواصل الاجتماعي هنا انا اقولها واكرر واقولها واتحمل المسؤوليه. الناس هنا اقسم بالله الناس عايشه معاناه وعايشه واحد تخلف واحد راه حنا قانونيين لواحد الدرجه ما كيتخيلها حتى شي واحد شاء من شاء وابى. حنا وناس شرفاء ما كنتخلاوش على حقنا بسهوله ابدا عن جد ما كنتخلاوش عن حقنا بسهوله. حنا قلت لك كاينه كلمه واحده قلت لك كاين هاد الارض هادي هاد الارض هادي ما عرفناش واش خويا كنقول لك شي هاد الناس هادو كيعانيو في الصمت اقسم بالله ديال الدقيق في هاد الايام ديال ارتفاع الاسعار والله حتى عنده يوم مقدس وربي كيشهد عليا وكنتحمل المسؤوليه ديالي امام الله وامام القانون. عاش محمد السادس. هاد الناس هادو غنعطيك واحد النقاط كيقول شي هضبه وكنت موفقنا باش تشد لنا كما كيقولوا الكونيكسيون. هاد الهضره اللي بغيت نقول لك انا هاد الناس هاد الساكنه هادو نهار اللي كيلقى شي واحد باش يشري خلشه ديال الدقيق ذاك النهار غيكون عندهم مقدس اقسم بالله. والناس كيعانيوا في الصمت ورغم ذلك كيقول لك عاد سيدنا سقيت الراس ديالي واللي ما كيعرفنيش انا عبد الكامل ود محمد بن الشافعي في دوار ولاد الخادم وكنتمي لولاد الخادم وكنهضر بلسان ولاد الخادم كنطالبوا بارضنا تبقى لينا تدمير ولا لوبي من ارض الله اعلم شكون يعرفوا حنا ما كنعرفوش يجي يستثمر وتشرد هاد الناس هادو راه لا يعقل. با وعماني ممثلين با في ايام الاستعمار على هاد الارض تبقى سلاليه الدري اللي تزاد او من تزادت كتقول عرضي الى من من عندنا بالنسبه اخويا باش نزكيو هاد الكلام هذا هاد الناس والله ما افتقتهم كاين اللي مريض مسكين. اول حاجه هاد الجهات هادي اللي كيقول لك هذا مستثمر يا ودي تفقدوا هاد الناس هادو شوفوا كخصم هادي على هاد الناس اللي كي